السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ محمد صبري والنهاردة مراجعة ليلة الامتحان للصف الثالث الإعدادي مادة اللغة الإنجليزية والسؤال الأولاني choose the correct answer نختار الإجابة الصحيحة وهنشوف مع بعض إزاي نختار سؤال سؤال وياريت نركز مع بعض ونكتب كده لو في حاجة صعبة أو معنى كلمة إحنا إيه نسينه number one it's not الجو مش حر on the على الشاطئ the because there is a nice لأن في نايس نوت نايس هنختار A اللي هي كلمة بريز بريز يعني ايه نسمة أو نسيم number two the restaurant المطعم أن the guide book في الكتاب الاسترشادي was a very good هنختار D recommendation يعني توصية كويسة منك رقم 3 I don't know how to get your house أنا مش عارف أوصل ازاي لبيتك can you give me ممكن تديني الأيه هنختار B directions الاتجاهات ممكن تديني اتجاهات ازاي اوصل number four the students التلاميذ usually stay in a youth hostel دايما بيقعدوا في نزل الشباب يبقى نختار C اللي هو يستل when they visit the city number five salt الملح is often used to نقط فيش دايما بنستخدمه عشان نعمل ايه علشان نحفظ السمك يبقى اسمها preserve B number six the teacher المعلم asked us طلب مننا to write a note of our visit to the museum description اللي هو دي معناها وصف number seven it's not to take your passport when you go to another country طبعا لازم it's a essential يعني حاجة ضرورية أو جوهرية number eight OLA is always not she will do very well in her exams هتحل كويس في الإمتحان وهي مجتهدة اسمها hard working اللي هي number nine there are 8 في 8A that go around the sun بيلفوا حوالين الشمس planets اللي هي سي اللي فيها اي e قبل planets الكواكب 10 use the not cleaner to clean the kitchen floor طبعا عشان نستخدم ايه vacuum cleaner اللي هي مكنسه بالكهرباء اللي هو اختيار سي number 11 11 I'd like to not you to my house this Saturday يبقى I'd like to invite ادعوك لمنزلي اللي هي دي number 12 That man has a very loud note. I can hear him from across the road. يبقى إيه؟ هنختار loud voice يعني عنده صوت إيه؟ عالي الإختيار إيه؟ Number 13 The note of the book you are using is new hello. طبعاً اسم الكتاب اسمه ايه title. يبقى نختار C. بعد كده 14 A note helps the police in their work. بيساعد البوليس في الورك بتاعهم في العمل بتاعهم ديتكتيف اللي هو المتحري او المخبر السري نمبر 15 this is a not a story about the pharaohs in ancient egypt historical story يعني historical يعني قصه تاريخيه نمبر 16 if a person feels a not he is not strong مش قوي بل ضعيف اللي اختيار بي weak نمبر 17 a not is Uh, is text that gives the most information about something بيدينا معلومات أهم المعلومات عن حاجة معينة يعني المختصر بتاعها اسمها أو أول اختيار A summary number 18 a note is a person هو شخص who helps in a shop or in a ticket office طبعا شخص بيساعد في محل أو في مكتب التذاكر اللي هو البائع assistant أول كلمة اختيار A 20 many tourists سياح so كتير use a note to learn about a city's history and places to visit طبعا بيستخدموا جايد بوك كتاب ارشدي 21 you need a note when you visit another country طبعا محتاج ايه لما تزور دولة اخرى محتاج باسبورت جواز السفر نمبر 22 the best place احسن مكان to note traditional traditional english food انت نجرب فيه الطعام الانجليزي التقليدي is at a food market يبقى ايه نجرب اسمها تراي الاختيار دي 23 نقط is swimming with equipment so that you can breathe ماشي with your head in the water جهاز بنستخدمه او اداة عبارة عن السباحة مع جهاز نقدر نتنفس بيه تحت المية snorkeling اللي هو ايه اختيار دي بعد كده 24 the tourist السائح didn't speak Arabic ما كانش بيتكلم عربي but well ولكن نقط in English communicated تواصلنا لاختيار اختيار C نمبر 25 يو نيد سترونج محتاج ايه قوي عندك تو بي جود ات موست سبورت عشان تبقى جيد في معظم الرياضات لازم يكون عندنا ماسلز عضلات الاختيار بي نمبر 26 حسن فادر said ذات ذا كار was difficult تو نوت بيكوز ات واز رينينج بيقول ان العربيه كان صعب ان هو يعمل فيها ايه بسبب ان الدنيا كانت بتشتي كنترول يبقى نختار سي اللي هي يعرف ما كانش يعني كان صعب ان هو يتحكم فيها 27 The teacher asked me to note the books to the class طبعا المدرس طلب مني اعمل ايه الكتب للفصل او ازحها عليه واسمها hand out hand out اللي هو اختيار ايه 28 you become not when you are 18 years old لما يكون عندك 18 سنه بتبقى ان ايه adult يعني شخص adult يعني شخص كبير بالغ 29 many people like to freeze بيحبوا يجمدوا الفود to not eat to preserve عشان يحفظوه اللي هي اول واحده ايه 30 there was no electricity on the farm ما كانش في كهربا في المزرعه so the farmer استخدم used not so that he could read عشان يقدر يقرا lanterns يعني مصابيح عشان يقدر يقرا number 31 spring begins when flowers الربيع بيبدا لما الورد ايه أبير اللي اختيار ايه لما الورد يظهر on trees Number 32 We walked up the street in a knot to celebrate the start of spring تمشينا عشان نحتفل ببداية الربيع in a parade parade يعني موكب كده number 33 the children wore historical not for the school play costumes اللي هي رقم اختيار C يعني ملابس ايه ملابس تاريخية ازياء مناسبات 34 a not is an important day يوم مهم with lots of activities وفي انشطة كتيرة festival يعني مهرجان الاختيار C number 35 teachers not a STEM students to enter competitions بيشجعوا يعني بيشجع اسمها encourage والمدرسين بيشجعوا طلاب المدارس ال STEM عشان يدخلوا في المسابقات number 36 I can't not on two things ما أقدرش على حاجتين at the same time focus focus on يعني أركز في حاجتين number 37 the student used the not to draw a graph يعني التلاميذ استخدموا إيه عشان يرسموا رسمة بياني البيانات اللي هي إيه اختيار دي data number 38 عمر 1 a note فور his amazing انفنشن يبقى عمر 1 يعني فاز بايه لاختراع المدهش فاز بجائزه اورد لاختيار سي اورد 39 ترافلرز المسافرين وونت free نوت ان ايربورت بيحتاجوا ايه بيبقى مجانا في المطارات طبعا محتاجين واي فاي يبقى اختيار دي واي فاي نمبر 40 محمد صلاح شوهد amazing نوت during the match ورالنا حاجات مدهشة ايه الحاجات ديت؟ skills يعني مهارات مدهشة اثناء الماتش يبقى اختيار ب اللي هو skills 41 first رانيا got a knot in medicine then she got a job in the hospital طبعا حصلت على ايه؟ درجة علمية اسمها degree الاختيار دي 42 spring begins to win flowers قلناها طبعا دي من شوية الربيع بيبتدي لما الورد appear on trees لما بيظهر اختيار ايه 43 اسبورت team الفريق الرياضي مايت وين دايما احتمال يفوز بايه at the end at the end of a competition trophy trophy اللي هو الكاس البطولة نمبر 44 ليلى could read وين شي ووز تو اللي كانت تقدر تقرا وهي عندها سنتين شي از ا genius يعني كانت عبقريه نمبر 45 يوز ذا نوت ماور تو كات ذا جراث ان ذا جاردن يبقى بنستخدم ايه لون مور، لون مور اللي هي آلة قص العشب عشان نقطع بيها الجراس العشب في الحديقة. نمبر 46: I don't want I don't want to hear you about your not problems مش عاوز أسمع عن مشاكلك الشخصية، يعني شخصية personal اللي هي اختيار A. نمبر 47: I couldn't at my home village after spending 10 years abroad، ما قدرتش إيه القرية بتاعتي بعد 10 سنين. وأنا قاعد في في الخارج، يبقى اختيار B: recognize، أتعرف عليها. نمبر 48. Ancient Egyptians القدماء المصريين used the to move عشان يحركوا البوتس المراكب forward oars اللي هي المجداف او اختيار ايه number 49 knot means to do something that interests people حاجه تمتع الناس او تسليها اللي هو اختيار سي entertain entertain يعني يسلي شخص اخر واحده number 50 the ancient Egyptians القدماء المصريين ancient Egyptians made small boats كانوا بيصنعوا قوارب صغيره from papyrus يعني يعني بيستخدموا من ورق البردي عشان ينقلوا الـ A2 for transporting goods لنقل البضائع وبكده يبقى الكلمات خلصت وندخل على مراجعة الجرامر نمبر 1 when, when, is شم النسيم نقط in Egypt طبعا هنختار اختيار A اللي هو celebrated ليه بقى؟ قال لي الباسيف اللي هو بيجيب لي المفعول به في الأول ويجيب لي آم أو إيز أو آر وراه بنختار التصريف الثالث يبقى إمتى شم النسيم يحتفل بيه يبقى إيه celebrated ليه اختيار إيه؟ Number 2 this book has not pages than that book قال لي ده في كلمه ذان يبقى لازم اختار اي ER. ار يا اما لس يا اما فيور بس pages حاجه بتتعد يبقى اختار فيور Number 3 people often drink not water in hot weather than when it's cold قال لي في ذان يبقى يا مور يا لس طبعا بيقول لي هنا بنشرب ميه ايه اكتر ولا اقل في الجو الحر يبقى مور اكتر Number 4 it's cold and windy today الجو النهارده بارد وعاصف When you go outside لما تخرج you not a coat. بالتو طبعا بنصحك ان انت يجب ان تلبس بالتو يبقى you should wear الاختيار بيه. number 5 not a student in our school have visited England قال لي كلمه student دي كلمه بتتعد يبقى لازم نختار حاجه من اللي بتعدوا. قال لي مفيش غير حاجه واحده بس few لكن little و less وذا ليست كلهم مع الحاجات ال uncountable اللي ما زي زي ميه لبن كده. لكن few بتيجي مع الحاجات اللي تعد الكاونتبل. I gave not the message. سأقول my sister I gave my sister the message قال لي ليه ما حطيتلاش تو 2 أو 4 قال لي لا ده ما جايب المفعول الأولاني اللي هو العاقل يبقى منحطش حاجه لو جايب the message في الأول أقول I gave my the message to my sister number 6 number 7 there is a lot of traffic today النهاردة في زحمة في المرور we not be late إحنا احتمال نتأخر يبقي ايه we might be late number 8 the math homework was very difficult الواجب بتاع الحساب كان صعب جدا where you هل انت كنت قادر تعمله قال لي اسمها ايه قد ما في where يبقى able to اللي هو اختيار B number 9. نقط blind means being blind اختيار C لما يجي الفيرب في اول الجملة ده درس كنا اخدينه ايه الطريقة اللي بيجي فيها الافعال في ال-ing ومن ضمنهم ان الفعل يجي كعمل اسم بيجي في اول الجملة being blind يبقى اختيار C نمبر 10 you speak English when you were six كنت تقدر تتكلم انجليش وانت عندك ست سنين كنت تقدر دي could اللي اختيار دي طب قال لي ليه ما اخترتش able زي ما قلت في المثال اللي قبله قال لي لا لازم يكون في was او وير was you able was able او were able لكن هنا could بس number 11 ايمان sent نقط and email sent, an email. sent me برده كده مفعول به العاقل والجاي الاول يبقى ما نحطش ولا 2 ولا 4 يبقى sent to me ارسلت لي على طول اختيار بي Number 12 Wear a Coat البس بالطو It's not rain today البس بالطو احتمال تشتي النهارده يعني احتمال might طبعا ليه واحد يقول لي مثلا طب ما نستخدم must قال لي لا احنا في دايما ماست دي بنستخدمها ما نكون متاكد 100% لكن احتمال تشتي الشتاء طبعا دوت في احتمال واحتمال لا يبقى في ايه؟ might اختيار ايه؟ Number 13 My neighbor Gary Not is a teacher طبعا النيبر ده جاري عاقل يبقى نختار له ايه؟ Who is a teacher. هو يعني ايه الذي تيجي للعاقل. Number 14 What did you not do before you came to school this morning? What did you هيرجع الفعل لاصله have to Number 15 The museum المتحف طبعا ده مكان المفروض نختار where بس إلا لو جت جملة تعريفية ورا زي دلوقتي is near our school بالقرب من مدرستنا يبقى هنا بيعرفه يبقى which Number 16 Not at television for a long time is not good for you طبعا قلت لكم شوية إن ممكن الفعل يعمل عمل الاسم لما يجي في أول الجملة بنزود له ING يبقى watching television لاختيار دي نمبر 17 17 هي نقط و شي سان سيغسل ايدي بيفور هي ايتس طبعا حاجه كويس يبقى لازم عليه ماست يبقى هي ماست وش تم استخدمناش هاف تو ليه قال لي هاف تو بتاعت الجمع ممكن هاف تو تمشي صح نمبر 18 لوك افتر يور بوزيشنز خلي بالك من ممتلكاتك يو نقط ليف زيم تتركهم اون ا بس فين في الاتوبيس او القطر يبقى ايه لا يجب عليك يو شودنت نمبر 19 يو نو ات تيك فوتوز اوف بيبل انليس يو اسك ذيم فيرست تلتقط صور للناس بدون ما تستاذنهم الاول يبقى لا يجب عليك يو شودنت نمبر 20 people have not interest in historical stories طبعا عندهم اهتمام دوت حاجه لا تعد يبقى لازم ايه less اختيار بي نمبر 21 the photo shows alex in 1990. الصورة دي وريتني شكل اسكندرية 1990 طبعا آخر حاجة وقت وقت ده بنحط له ايه when when my parents lived there English الإنجليزي ده حاجة غير عاقل يبقى which all students study at school is very is a very uh, important subject يبقى نختار which اختيار بي my brother أخويا ده عاقل يبقى هو يهوز حسب بقى اه ده في حاجة ملكية ليه muscles عضلاته يبقى نستخدم C هوز I couldn't go to the park yesterday ما قدرتش أروح الحديقة امبارح because I not to finish my homework أدام امبارح ماضي يبقى أختار إيه مفيش غير هي واحدة بس had to أنا كان لازم finish my homework أخلص الواجب بتاعي number 25 you not know do that يجب أو لا يجب it's against the law ده ضد القانون يبقى طبعا لا يجب you mustn't you mustn't do that لا يجب عليك أن تفعل ذلك ده ضد القانون Number 26 Student تلاميذ often have not sleep during school time Sleep نوم no, حاجة بردك لا تعد يبقى little ماشي أو less طبعا هنا في then يبقى نختار مقارنة يبقى نختار less الاختيار دي Number 27 The hotel was noisy الفندق كان مزعج So they had طبعا sleep بردك حاجة لا تعد يبقى ايه مفيش غير هي little sleep Number 28 The bottle had not orange juice in it طبعا orange juice حاجة لا تعد يبقى نختار ايه حاجه من سلسله ليتل يا ليتل يا ليست هنختار هنا طبعا ذا ليست ما اخترتش لست دي لان الاي سي لازم يجي قبلها ذا يبقى اقول اختار اختيار دي اللي هو ذا ليست نمبر 29 ان بوسنيا اكس الاكس دي البيض نقط ان ابيج بان في طاسه كبيره طبعا الفعل هنا كوك يطبخ طبعا مش البيض يطبخ لا يطبخ يبقى ده باسيف مبني المجهول يبقى لازم احط يا ام يا ايزي ار يا وزي وير والتصريف الثالث طبعا اكس هنا جمع يبقى نختار ار طب في اتنين ار ار كوكد وار كوكينج لا طبعا ده باسيف نختار بي اللي هو ار كوكد نمبر 30 توريزم السياحه نقط تو جرو ان ذا نير فيوتشر طبعا بردك السياحه الفعل هنا يتوقع لا سياحة مش يتوقع يتوقع لها ماشي يبقى ايه مفيش غير عندنا واحده بس اللي هي ايه is expected متوقع لها ان هي تنمو في المستقبل القريب نمبر 31 in the past في الماضي فيش نوت افري دي طبعا الماضي و سكوت كان يصطاد يبقى اختيار سي 32 in Australia the start of spring بداية الربيع نوت in سبتمبر every year is celebrated يحتفل بيه برضك اللي اختيار سي نمبر 33 I am sure أنا متأكد it's a British coin دي عملة بريطانية it not be Egyptian يبقى مستحيل تكون مصرية يعني مستحيل can't be ليه اختيار دي نمبر 34 this not حسن سبايسكي العجلة بتاعت حسن he doesn't have one ده ما عندوش واحدة يبقى مستحيل برضه can't be أدام الحاجة مستحيل يبقى can't be متأكد 100% أن هي يبقى must be لو احتمال نص نص مش متأكد قوي أنه not sure يبقى might be 35 STEM school student تلاميذ مدارس المتفوقين بي هارد وركينج يكونوا مجتهدين ده لازم يكون مجتهدين اللي هي اختيار ايه ماست ماست بي نمبر 36 ذا فون از رينج التليفون بيرن ات نوت ماي فريند سامي ممكن يكون سامي او مش ممكن اي ام نوت شور لا كاتب لي انا مش متاكد يبقى اختيار اختيار اختار ايه اختيار ايه اللي هو مايت بي احتمال 37 37 you have been working very hard today انت كنت شغال بجد النهارده مام يا ماما you're not tired اكيد انت بقيت مرهقه you must be tired number 38 is this nadia's bag دي الشنطه دي بتاعت ناديه it not let's see if her books are in it تعال نشوف الكتب بتاعتها يبقى انا مش متاكده يبقى it might be يبقى اختيار دي ما تعال نشوف اللي جوه يبقى انا مش عارفه من بره يبقى it might be احتمال اختيار دي 39 there was a fire at the hotel اللي كان في حريقه في الفندق but firefighters رجال الاطفاء نقط نقط to put it out very quickly قال لي عشان في كلمة to يبقى we're able to ما ينفعش تستخدم كود لأن كود بيجور على الماستر على طول آخر واحد نمبر 40 you able to انا ما في able to يبقى it was your بس دي يو جمع نختار لها وير you able to هل أنت كنت تقدر؟ يبقى تقدر حاجتين يا إما كود يا إما was able to أو we're able to لو في كاتب لي هنا able to بختار was your ما فيش بختار كود على طول 41 here is mona's book ده الكتاب بتاع منى بليز كان you give it ممكن لها give it to here ليه استخدمنا هنا to لان يجيب لي العاقل في الاخر 42 you not to get a passport to travel to other countries يبقى انت لازم يكون معاك must او have to قال لي عشان في to فوق يبقى اختار ايه you have to number 43 you not look out for dangerous sharks يحترس من القروش يبقى لازم نحترس اللي هي ايه you should number 44 you not revise for the exam تراجع من اجل الامتحان it's my advice ادام ادفايس نصيحه يبقى انت لازم اللي هي ايه بي should number 45 Fridays أيام الجمعة have not the not number of cars on roads طبعا number حاجة تعد يبقى اختار فيه وقال لي فيه قبلها ذا زود لها ACT يبقى اختيار بي number 47 people drink not when it's very hot بيشربوا ايه لما يكون لما يكون الجو ايه حر اكتر طبعا يبقى يختار ايه drink much ما في مين وفي much بس طبعا مية حاجة لا ايه لا تعد يبقى نختار لها much نمبر 48 هاو نقط من قال لي كلمة من دي تعد ولا تعد قال لي لا دي كاونتابل رجالة يبقى نختار لها هاو ميني من تب تحتها تحتها أو there is no water in this lake because it was very dry طبعا water حاجة لا تعد يبقى نختار لها ما فيش غير كلمة ايه little نمبر 50 there is no milk in the fridge I can't make the cake milk حاجة بردك لا تعد يبقى نختار لها little نمبر 51 lots of fish سمك كتير that we buy nowadays بنشتري دلوقتي نقط is frozen أو are frozen ولا فروز froze, ولا فروزن هنختار إيه are frozen مجمد number fifty two نقط this email sent by Mona yes Mona always does يبقى is this email طب ليه مفيش إيه قال لي مفيش غير this email ده مفرد يبقى مفيش إيه غير هي is بس his passport جواز السفر بتاعه نقط when he was running to catch the train his passport ووز was لوست lost. Was lost يعني ضاع خالص وين is شام من نسيم قال لي شام من نسيم ديت بردك مفعول به وفي is قبلها يبقى سليبريتد له الاختيار ايه لان ده مبني المجهول وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو لو عجبك الفيديو من فضلك اعمل اشتراك في القناه ولو عندك تعليق اكتب تحت في التعليقات وبالنجاح والتوفيق ان شاء الله